أهلا بكم، هذه آخر أخبار الساعة من الميادين وفي عناوينها: مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في غزة باستهداف منازل في مشروع بيت لاهيا، والحصيلة أكثر من 100 شهيد، وحماس تؤكد أن ما يجري في شمال القطاع مجزرة وتحمل واشنطن والغرب المسؤولية. استهداف منزل نتنياهو في قيصرية يربك الاحتلال، وتأكيدات إسرائيلية على العجز مقابل سلاح المسيرات وعلى تعاظم قدرات حزب الله، وطهران تنفي علاقتها بالعملية. والاحتلال يشن غارات عنيفة على أبنية مدنية سكنية في ضاحية بيروت الجنوبية. المقاومة الإسلامية في العراق تقصف أهدافاً حيوية في إيلات والجولان السوري المحتل بالطائرات المسيرة. عراقجي يحذر من محاولات إسرائيلية لنشر الحرب في المنطقة، وفيدان يؤكد أن إسرائيل تحاول جر إيران إلى الحرب. البداية من غزة، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة فيها، حيث استهدف عددا من منازل المواطنين في مشروع بيت لاهيا. الحصيلة حتى الآن تجاوزت 100 شهيد. إن العدو المجرم مستمر في سياسته الإجرامية غير المسبوقة في تاريخ الحروب، باستهداف المستشفيات بالقصف والتدمير ومنع الأطقم الطبية والدفاع المدني من الوصول للمصابين. وهنا ندعو كل الدول والمنظمات الصحية والإنسانية للتحرك العاجل وتحمل مسؤولياته. إذن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدرسة أسماء في مخيم الشاطئ بمدينة غزة أثناء توزيع المساعدات على النازحين من مخيم جباليا، وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى. محمود العوضية والتفاصيل. نتواجد الآن في مدرسة أسماء في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. هذه المدرسة التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثانية خلال هذا العدوان، بينما كان يتواجد بداخلها نازحون نزحوا إليها بعد اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا ومحيطه، لجأ الناس هنا إلى هذه المدرسة للاحتماء من آلة البطش الإسرائيلية. كما نرى في الصورة، هذه المساعدات التي أتت من أجل توزيعها على الناس هنا في هذه المدرسة وهم نازحون، قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف هذا المكان الذي يوجد بداخله هذه المساعدات. وتعاملنا مع المصابين، وكان هناك عدد كبير من الشهداء، قمنا بإخراجهم، والآن نقوم بجمع أشلاء الشهداء. مش عارفة، ناس أبرياء من مكان لمكان بلحقونا في القصف. طب إحنا إلى وقتش بدنا نضلنا على الحال هذا؟ إلى وقتش كل مكان مستهدف، في كل مكان بضربوا. لا مدرسة سالمة ولا عيادة ولا مستشفى ولا بيت ولا مكان. حرب إبادة، تطهير، بدهم يعملوا لنا تطهير، بدهم يرحلونا، بس إحنا لا حنرحل ولا حنروح على مكان. إيش بدي أحكي؟ بتفرجوا علينا بنموت، النساء بتتقطع، الشباب بتقطعوا، الأطفال بتقطعوا، إيش ذنبهم هدول؟ إيش ذنبهم يموتوا زي هيك؟ عشان إيش؟ عشان بيدافعوا عن وطنهم؟ عشان بيدافعوا عن بلدهم؟ صامدين رغم الألم، رغم الجراح، رغم المعاناة، رغم الجوع، رغم العطش، رغم الخوف، رغم الألم كله، صامدين وقاعدين في الشمال. مش حنطلع، مش حنطلع، هينا قاعدين، لا طالعين جنوب ولا طالعين سيناء، ولا حنوافقهم مع صفقة القرن هذه اللي هم بيعملوا فينا قاعدين بيعملوا فينا فيها. يستمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على شمال قطاع غزة، يقصف مراكز الإيواء ويدمر كل شيء في شمال قطاع غزة في محرقة هي الأصعب حرب تدمير وإبادة جماعية يتعرض لها شمال قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين، ولا زالت هذه المحرقة مستمرة. محمود العوضية، مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، الميادين. نبقى في غزة، حيث استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسام جرافة عسكرية بقذيفة تاندوم قرب محطة سرداح غرب معسكر جباليا شمال القطاع. ولفتت إلى أنها أعادت استهداف دبابة ميركافا بعبوة شواظ أثناء سحب القوات الإسرائيلية للجرافة المستهدفة،
وتمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة والاشتباك معها بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. أعلنت سرايا القدس تدمير دبابة ميركافا وأليتين عسكريتين إسرائيليتين في مخيم جباليا. وأكدت سرايا القدس إسقاط مسيرة من نوع كواد كابتر في سماء مدينة غزة. سرايا القدس عرضت مشاهد من استهداف مجاهديها آليتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بقذيفة RPG في منطقة التوغل القصاصيب وسط مخيم جباليا. أكد مصدر ميداني في شمال قطاع غزة للميادين أن المقاومة تعمل على إعاقة محاولات قوات الاحتلال للدخول نحو مخيم جباليا. المصدر قال أن الاحتلال شن هجوما من عدة اتجاهات على المخيم، حيث تحركت باتجاهه قوات المشاة والمدرعات من محاور شرقية وغربية وشمالية. وأضاف المصدر أن مدرعات اللواء 401 واللواء 460 وضعت في خطوط الإسناد لأنها تصبح ضعيفة المناورة في الأزقة. وأضاف المصدر أنه خلال استطلاع قوة مشاة خاصة للعدو وقعت في كمين محكم في المخيم، وحاول العدو لأكثر من 3 ساعات أن يخلصها وفك الاشتباك، مشيرا إلى أنها كانت في مهمة تخليص جنود أو أسرى بالمكان المستهدف. ولفت المصدر إلى أن المروحيات للإنقاذ هرعت إلى المكان، وتدخلت المدفعية بنيران كثيفة على طول محاور التقدم مستهدفة عشرات البنايات السكنية. المصدر قال أيضا أن الاشتباكات مستمرة حتى الآن ولكن بوتيرة أخف، خاصة وأنه مع بزوغ الفجر حاول العدو التراجع إلى الخلف. وتحدث المصدر عن وجود عشرات الشهداء والجرحى في الشوارع وتحت الركام، ويمنع الاحتلال طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم. وأشار المصدر إلى أن قوات الاحتلال تمركزت في منطقة زايد وقليبو وتقوم بقصف باقي المناطق المحيطة بشكل متقطع. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين 2 من قواته في اشتباكات شمال قطاع غزة. وفي بيان قال الجيش الإسرائيلي أن الجنديين قتلا وهما برتبة رقيب في الفرقة 52، وقد أصيب معهم ضابط ثالث بجروح خطرة جراء الاشتباكات هذه في الشمال. ولفت البيان إلى إصابة ضابط في الكتيبة 53 جراء الاشتباكات شمال الأراضي المحتلة. اعتبرت حماس أن الجرائم الإسرائيلية في شمال قطاع غزة إبادة جماعية، وأكدت أن المساعدات الإنسانية
لم تصل إلى المنطقة منذ أكثر من أسبوعين في ظل مواصلة الاحتلال لسياسة التضليل الإعلامي. إن بشاعة الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في شمال قطاع غزة هي أكبر من أن توصف أو أن تختزل في صورة أو تقرير، فما يجري هو إبادة كاملة وتنفيذ لحكم الإعدام بحق أبناء شعبنا المتواجدين هناك في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق والأعراف الدولية. وإن المجتمع الدولي ومؤسساته باتوا أمام اختبار حقيقي للخروج من هذا الصمت والعز والعمل على احترام القيم الإنسانية والعدالة والمبادئ التي قاموا عليها. يواصل الاحتلال الصهيوني سياسة التضليل الإعلامي حول دخول المساعدات إلى شمال قطاع غزة عبر نشر أخبار وتقارير كاذبة لا أساس لها من الصحة، توهم بوصول المساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة، والحقيقة أن مساعدات قليلة وصلت فقط إلى منطقة مدينة غزة وهي كذلك منطقة منكوبة وبحاجة إلى المساعدات. وعليه فإننا نؤكد مجددا أنه لا مساعدات دخلت إلى محافظة شمال غزة منذ أكثر من أسبوعين. مشاهدينا، نتابع الآن هذه المشاهد لإطلاق المقاومة العراقية طائرة مسيرة باتجاه هدف حيوي في إيلات. إذا مشاهدينا، تابعنا هذا الفيديو حيث المقاومة العراقية كما تابعتم أطلقت هذه الطائرة المسيرة باتجاه هدف حيوي في الجولان أم الرشراش. الآن سنتابع فيديو آخر، أيضا المقاومة العراقية تطلق فيديو في الجولان السوري المحتل، نتابع. يا بقية الله العباد، أكدت حماس أن الاحتلال يمارس سياسة الكذب بشأن وجود مناطق آمنة، مشيرة إلى عدم وجود أمان في ظل القصف، كما دعت الدول والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لحماية القطاع الصحي. لا يزال الاحتلال يمارس سياسة الكذب والتضليل حول وجود مناطق أو ممرات آمنة يدعو أهلنا للتوجه إليها، فلا وجود لمكان آمن في ظل تصعيده كل أنواع القصف الهمجي. فهذا الاحتلال الفاشي يستهدف بالإعدام أو الاعتقال كل من يخرج من الشمال إلى المناطق والممرات التي حددها بأنها آمنة. سادسا، إن العدو المجرم مستمر في سياسته الإجرامية غير المسبوقة في تاريخ الحروب باستهداف المستشفيات بالقصف والتدمير ومنع الأطقم الطبية والدفاع المدني من الوصول للمصابين. وهنا ندعو كل الدول والمنظمات الصحية والإنسانية إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتهم في إنقاذ المنظومة الطبية والضغط لحمايتها وتزويدها بالوقود وكل الاحتياجات اللازمة لتقوم بدورها. وحملت الحركة والإدارة الأمريكية والدول الداعمة للاحتلال خاصة بريطانيا وألمانيا مسؤولية المجازر في غزة، ودعت محكمة العدل الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. نحمل الإدارة الأمريكية وكل الدول الداعمة للاحتلال في حربه ضد شعبنا وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المجازر والجرائم وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب يوميا ضد أهلنا في قطاع غزة بسبب تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة والقنابل والعتاد العسكري إلى جانب منحه غطاء سياسيا. وندعو محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات طارئة تجبر هذه الدول
وقف صادرات أسلحتها إلى الكيان الصهيوني. الآن إلى لبنان والحدث الأهم، حيث نجحت مسيرة انطلقت من لبنان في الوصول إلى المبنى الذي يقيم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيصرية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما تمكنت هذه المسيرة من تجاوز كل الدفاعات الجوية للاحتلال على مدى 70 كيلومترا. إصابة المبنى أكدها مكتب نتنياهو الذي أشار إلى أنه لم يكن موجودا في المنزل لا هو ولا زوجته، وذلك بعد وقت قصير من التكتم والإجراءات الأمنية المشددة في محيط المبنى المستهدف. وكان الناطق باسم جيش الاحتلال قد أكد أن 3 طائرات مسيرة عبرت صباحا من لبنان، فيما أصابت إحداها المبنى في قيصرية محدثة أضرارا فيه. الآن إلى الزميلين، معنا خالد الخليل من صيدا في جنوب لبنان والزميل علي الأحمر من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. مرحبا بكما، ولو بدأنا منك الزميل علي من محيط الضاحية الجنوبية، كيف تبدو الآن الأوضاع في الضاحية خصوصا بعدما شهدت في الساعات الماضية اعتداءات إسرائيلية متكررة؟ مرحبا محمد. بعد سلسلة من الاعتداءات والغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية وأيضا على تخوم الضاحية، يسيطر الهدوء الحذر الآن على الضاحية وعلى المناطق القريبة منها. كنا خلال ساعات بعد الظهر منذ الساعة 3:30 تقريبا حتى الساعة 5:30 تقريبا، نتحدث عن ساعتين، شهدنا سلسلة من الغارات والاعتداءات الإسرائيلية وصلت إلى أكثر من 10 غارات استهدفت عدد من المباني السكنية في عدد من الأحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت وأيضا على أطراف الضاحية كالشويفات الأمرة، وغارات استهدفت منطقة أو مناطق حارة حريك والحدث السنتراز إضافة إلى برج البراجني. بالنسبة إلى برج البراجني، الغارة الأعنف كانت على منطقة برج البراجني واستهدفت مباني سكنية في تلك المنطقة، أيضا غارة عنيفة استهدفت مباني سكنية في الشويفات الأمرة أدت إلى تدمير مباني سكنية محيطة بالمبنى المستهدف وتضرر عدد كبير من المباني والطرقات والمحال التجارية بطبيعة الأحوال، وهو الأمر نفسه الذي حصل في منطقة حارة حريك، هذه المناطق التي تعرضت وتعرضت سابقا لعدد من الاعتداءات والغارات منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان. بالنسبة أيضا يعني إلى الاعتداءات التي حصلت يوم أمس، الطيران المسير الإسرائيلي استهدف سيارة رباعية الدفع على طريق جوني الذي يربط بين مدينتي طرابلس وبيروت. هذه السيارة كانت متجهة يعني باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت، حيث جرى استهدافها ما أدى إلى استشهاد شخصين بحسب وزارة الصحة. بداية استطاع الشهيدان يعني الخروج من السيارة بعد استهدافها من قبل الطيران المسير الإسرائيلي، ولكن عاودت هذه الطائرة المسيرة واستهدفتهما في منطقة قريبة من مكان الاستهداف الأول بعدما ترجلا من السيارة، ما أدى إلى استشهادهما بحسب وزارة الصحة، وإلى يعني جرح عدد آخر من الأشخاص، وإلى تضرر عدد من المحال التجارية الموجودة
بالقرب من مكان الاعتداء على طريق جوني بيروت. هذا بالنسبة إلى آخر الاعتداءات. قبل هذه الاعتداءات ولا سيما على الضاحية الجنوبية محمد، كنا أمام 4 أيام شهدنا فيها هدوءا حذرا سيطرة على الضاحية الجنوبية وأيضا على المناطق القريبة منها ولا سيما منطقة الشويفات التي تعرضت مع ساعات ظهر أمس لغارات عنيفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بالنسبة أيضا إلى حصيلة العدوان، آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن ارتقاء 2248 شهيدا من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وإصابة 11471 جريحا منذ بداية العدوان الإسرائيلي. أما بالنسبة إلى حصيلة اليومين الماضيين فقد بلغت 36 شهيدا وسقوط أو جرح 204 أشخاص من جراء هذه الاعتداءات التي طالت عدد كبير من المدن والقرى في لبنان. نعم محمد، شكرا جزيلا لك الزميل علي الأحمر من محيط الضاحية الجنوبية، ونسأل كيف تبدو الأوضاع في صيدا معك الزميل خالد الخليل. أهلا بك محمد. بعكس الهدوء الحذر الذي يخيم على الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، يعني الطائرات الحربية والاستطلاعية يعني تخيم فوق سماء مناطق عدة من الجنوب، ومنذ بعض الوقت استهدفت هذه الطائرات بعدد من الغارات بلدات الخيام وكفر شوبة، هذا منذ بعض الدقائق. بالتوازي وقبل الحديث عن سلسلة العمليات العسكرية التي نفذتها المقاومة الإسلامية، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فمنذ بعض الوقت دوت سفارات الإنذار في صفد ومحيطها بانتظار يعني جلاء ما طبيعة هذا الحدث ولماذا دوت هذه الصفارات، وبانتظار أي بيان رسمي يصدر عن الجهات المعنية. نفذت المقاومة الإسلامية 25 عملية عسكرية خلال 24 ساعة. تنوعت هذه العمليات بين استهدافات تجمعات وإطلاق صليات صواريخ واستهداف. كان آخر هذه العمليات منذ بعض الوقت والتي أعلنت عنها المقاومة الإسلامية في بيان بأنها استهدفت مستعمرة كريات آتا شرق حيفا وبالإضافة إلى مستعمرة المنارة. وخلال ساعات النهار يعني كانت المقاومة قد استهدفت جل الدير شمال مدينة حيفا والقاعدة العسكرية في شرق حيفا أيضا، واستهدفت مدينة صفد مرتين بالإضافة إلى استهداف عدد من التجمعات العسكرية وتدمير دبابة. هذا في مجمل العمليات العسكرية. وخلال الساعات يعني ساعات ما بعد الظهر كان هناك محاولة تقدم أو تسلل من قبل القوات الإسرائيلية وتحديدا عند بلدة الظهيرة. هذه المحاولة كانت قد باءت بالفشل، تصدى لها المقاومون واندلعت اشتباكات عند مسافات قريبة. كانت هذه الاشتباكات ومحاولة التسلل جاءت عقب يعني غطاء جوي ناري مكثف ومدفعي على محاور عدة أبرزها طير حارفة والجبان. فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية خلال ساعات النهار أو ساعات المساء حتى منتصف هذه الليلة، كان هناك سلسلة اعتداءات إسرائيلية كان أبرزها عند وادي زفت ميري شبعة، والذي عاود هذا الاحتلال استهدافها منذ بعض الوقت بيوت السياد كفر حونة كفر رمان الطيبي قانا جبال البطم المنصوري وادي الحجاير وأنصار معروب طول السلطانية السرفند والبيسرية. كان اللافت أيضا هناك اعتداء من نوع آخر نفذه هذا الاحتلال اليوم، وهو تدمير عبر سلسلة غارات ممنهجة إحدى الأحياء في بلدة ميس الجبل، هو حي الطراش كما هو متعارف عليه. هذا الحي دمر بشكل كامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك إحصائية أصدرتها الجهات الرسمية اللبنانية والتي أشارت إلى أن عدد الغارات بلغ يعني الذي تم رصده خلال 24 ساعة الماضية قدر ب 82 غارة، ليصل عدد الغارات منذ بداية هذا العدوان حتى الآن ب 10415 غارة. إذن هذه سلسلة اعتداءات يواصل فيها الاحتلال استهداف المدنيين، منشآتهم المدنية، منشآتهم الاقتصادية، كما نرصد بشكل يومي هذه الاعتداءات والتي تؤدي إلى ارتقاء شهداء وجرحى. شكرا جزيلا لك الزميل خالد الخليل، كنت معنا من صيدا في جنوب لبنان. إلى ذلك، أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن المسيرات التي انفجرت في قيصرية هي من طراز تلك التي أصابت معسكر التدريب للواء جولاني في بنيامينة والتي يصعب اعتراضها،
مشيرا إلى أن هذه المسيرة كشفت نقطة الضعف لدى إسرائيل. هذا وأكد الإعلام الإسرائيلي سقوط أكثر من 115 صاروخا خلال ساعة واحدة فقط على مناطق حيفا وعكا وصفد، واعترف بسقوط قتيل في عكا وعدد من الإصابات. إصابة المنزل الخاص برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قيسارية بمسيرة لم تلتقطها الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي أثارت التساؤلات الكثيرة حول الفشل الإسرائيلي في منع هذا الاختراق. نتابع التفاصيل في تقرير منال إسماعيل. قيسارية بيت روش المشولة. في تطور نوعي من حيث القدرة والدلالات وبعد تعتيم لساعات، اعترفت الأوساط الرسمية والإعلامية في إسرائيل بإصابة المنزل الخاص لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قيصرية إصابة مباشرة بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله. الإصابة حدثت من دون إنذار، الأمر بات قيد التحقيق، والناطق باسم الجيش الإسرائيلي قال بشكل واضح إن الحادثة قيد التحقيق. مسيرتان من أصل ثلاث اعتُرضتا، وثالثة أصابت منزل رئيس الحكومة، ويجب القول إن نتنياهو وزوجته لم يكونا في المنزل، وما يزال التحقيق يبحث عن مسار الطائرة المسيرة من لبنان حتى إسرائيل وكيف تملصت من منظومات الدفاع. نجاح مسيرة حزب الله في اختراق كل منظومات الدفاع الجوي والاعتراض الصاروخي وتحليقها مسافة 70 كيلومترا أثر أسئلة صعبة في إسرائيل حول نجاح حزب الله والفشل الإسرائيلي في منع هذا الاختراق، وأعاد إلى أذهان الإسرائيليين استهداف قاعدة لواء جولاني في بنيامين قبل أيام. المسيرة استطاعت عبور 70 كيلومترا من لبنان وإصابة مبنى في قيصرية، وهذا المبنى يكون فيه أحيانا رئيس الحكومة، وهذا مقلق لأن هذه المسيرة قطعت مسافة طويلة وأصابت المبنى مباشرة، وهذا يذكر بالمسيرة التي أصابت قاعدة جولاني، ويحتمل جدا وجود محاولة من حزب الله لتطوير أسلوبه بحيث يطلق عدة مسيرات معا من أجل جعل الأمر صعبا على المنظومات الاعتراضية. سلاح الجو يفحص الحادثة والتي ربما تشير إلى ارتقاء درجة، أعتقد أنه حادث دراماتيكي جدا. غضب كبير لدى السكان ويقولون هل تحولنا إلى هدف وليس هناك إنذار؟ إذن كيف سنحمي أنفسنا؟ محاولة نتنياهو طمأنة الإسرائيليين من خلال رسالة مصورة بعد ساعات من إصابة منزله وتكرار حديثه عن استمرار الحرب حتى الانتصار لم يقنع كثيرين من الإسرائيليين الذين عايشوا صباحا صعبا وقاسيا، ونزل أكثر من مليون منهم إلى الملاجئ على وقع عشرات الصواريخ التي أطلقها حزب الله على مساحة امتدت من كريات شمونة إلى حيفا. مشاهدينا، بالعودة إلى المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في شمال قطاع غزة وخلفت حتى الآن بحسب المعطيات قرابة 100 شهيد، معنا من شمال قطاع غزة الزميل محمود العوضية مراسل الميادين هناك ليطلعنا عن تفاصيل أكثر حول ما جرى. تفضل محمود. يعني نعم، قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت ترتكب المجازر في شمال قطاع غزة في اليوم 16 على التوالي. هذه المجزرة التي ضوى صداها وتضاف إلى مجازر الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، لا سيما منطقة مشروع بيت لاهية في شمال قطاع غزة، والخطير بأن منطقة مشروع بيت لاهية في هذه الأثناء تعاني أكثر كثافة سكانية في كافة مناطق شمال قطاع غزة بعدما نزح إليها عشرات الناس المتواجدين في عشرات آلاف الناس المتواجدين في مخيم جباليا، في منطقة زايد، في كل محاور التوغل الإسرائيلي في تلك المناطق. هذه العوائل توجهت إلى منطقة مشروع بيت لاهية، وهذا المكان الذي تم استهدافه أعرفه جيدا لأنه المكان الذي أقطن فيه في مشروع بيت لاهية. هذا المكان وهو محيط مسجد القسام في منطقة مشروع بيت لاهية الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي من جانب، ومن جانب آخر هو في محيط مدرسة خليفة بن زايد. هذه المدرسة في هذه الأثناء
يوجد بداخلها عشرات آلاف المواطنين الذين نزحوا إليها من كافة مناطق شمال قطاع غزة، حزام ناري لمجموعة من العوائل في تلك المنطقة، عائلة الكحلوت، عائلة الدويري، عائلة عبيد، عديد من العوائل التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في هذا المربع السكني. وبحسب بيان للمكتب الإعلام الحكومي في شمال قطاع غزة بأنه أكثر من 73 شهيدا حتى هذه اللحظة، ولا زال هناك مفقودين تحت ركام المنازل بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهذه المربعات السكنية. كما قلنا، الاحتلال الإسرائيلي أعاد للأذهان في شمال قطاع غزة وأعادنا إلى المربع الأول في بداية العملية البرية في شمال قطاع غزة، حينما استخدم الاحتلال الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة من خلال الأحزمة النارية العنيفة التي كان ينفذها في منطقة شمال قطاع غزة، لا سيما هذا المكان الذي اجتاحه الاحتلال الإسرائيلي وهو من أكثر الأماكن تضررا في شمال قطاع غزة. كان الاحتلال الإسرائيلي في بداية حربه البرية على شمال قطاع غزة ينفذ أحزمة نارية بشكل عنيف ودمر مربعات سكنية بأكملها في منطقة مشروع بيت لاهيا حتى باتت منطقة غير صالحة للسكن بالمطلق. أيضا ما أعادنا للأذهان مرة أخرى هو ما أصدره قبل قليل الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، هذا المشفى الذي يعاني من ظروف صحية قاهرة، حينما قال بأننا نلجأ الآن إلى مرحلة المفاضلة ما بين الحياة والموت، وهذه السياسة اتبعتها أيضا مستشفيات شمال قطاع غزة قبل عام من الآن، حينما حلت الكارثة بشمال قطاع غزة ودمر الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات شمال قطاع غزة وحاصرها الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، لجأت إدارة المستشفيات إلى أسلوب المفاضلة بين الحياة والموت في الحالات التي تصل إلى مستشفيات شمال قطاع غزة. فعلا هذا ما أعلنته مستشفى كمال عدوان قبل قليل على لسان مديرها، بأن المستشفى الآن لجأت وستلجأ إلى سياسة المفاضلة بين الحياة والموت فيما يصلها من جرحى، بمعنى أن الحالات الحرجة ممكن أن يتم التعامل معها وبعض الحالات التي تصل ممكن أن يتم التعامل معها وبعض الحالات تترك بمصيرها للموت في ظل استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي لمستشفيي العودة والمستشفى الإندونيسي وبقاء مستشفى كمال عدوان تحت التهديد والخطر في ظل هذا التوغل الإسرائيلي، علما بأن الطواقم الطبية أو بعض الطواقم الطبية والإسعافات غادرت مستشفى كمال عدوان باتجاه مناطق أكثر أمانا، هناك عدد كبير من الموجودين من الجرحى من المرضى الذين يخشون أو يخشون على حياتهم، غادروا مستشفى كمال عدوان بحثا عن مكان آمن، لأن الاحتلال الإسرائيلي قصف باحة المستشفى بالأمس وهدد المستشفى بشكل صريح في مرات سابقة بأنه بأن يتم إخلاء بعض الأقسام من هذه المستشفى، فبالتالي هناك خطر كبير يواجه الجرحى والمرضى الذين سيتلقون مصيرهم أو سيواجهون مصيرهم نحو الموت في شمال قطاع غزة. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر عديدة في شمال قطاع غزة، ربما مجزرة عائلة الدويري والكحلوت والشريف، هذه العوائل التي تعرضت لحزام ناري قبل قليل ليست المجزرة الأخيرة وإنما سبقها عدة مجازر في شمال قطاع غزة، ربما المجزرة الأبرز في محيط مفترق نصار في شمال قطاع غزة لعائلة الحواجري التي أيضا ارتقى خلالها 33 شهيدا بينهم 21 سيدة، مجازر عديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق شمال قطاع غزة ولا زال حتى هذه اللحظة يرتكب مجازره في كافة مناطق الشمال وفي كافة مناطق التوغل. في المقابل المقاومة الفلسطينية لا زالت تتصدى للعدوان الإسرائيلي المستمر على مناطق شمال قطاع غزة، تجبره في كثير من الأحيان على التراجع في محاور التقدم التي يحاول التقدم من خلالها، فهو في عملية كر وفر في وصوله إلى بعض المناطق، لاسيما بعد وصوله بالأمس إلى مناطق أكثر تقدما، لاسيما بعد اقتحامه لمدارس المحيطة بالمستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، 5 مراكز إيواء أجبر الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين بداخلها عبر خط آمن كما يسميه لشارع صلاح الدين، ومن ثم التوجه اختياريا إما إلى جنوب غزة أو حتى إلى مناطق الشجاعية ومناطق غرب مدينة غزة، ولكن الناس بالعادة قرروا النزوح إلى مناطق غرب مدينة غزة، المناطق التي تعاني اكتظاظا كبيرا في السكان، وأيضا اعتقل عدد كبير من الشبان، وربما رأينا في الصور التي ظهرت لجيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يقتاد أعداد كبيرة من الشبان في محيط تلك المدارس، وبعدما حفر حفرة كبيرة
كبيرة في محيطها، وأجبر المعتقلين ومن حقق معهم بالنزول إلى هذه الحفرة. وهذه الحادثة ليست المرة الأولى، وهذه الحفرة في هذا المكان تحديدا ليست المرة الأولى، وإنما في سابق الاجتياحات الإسرائيلية أيضا نفس المشهد حينما وفي نفس المكان حينما جرف الاحتلال الإسرائيلي المقابر الجماعية في نفس المكان، وأجبر أيضا العديد من تلك المدارس إلى النزوح، وارتكب مجازر أيضا في محيط هذه المدارس. بالتالي لا تزال مجازر الاحتلال مستمرة في شمال قطاع غزة وسط حصار شديد ومطبق في شمال قطاع غزة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها الناس في كافة مناطق شمال قطاع غزة. شكرا جزيلا لك يا زميل محمود العوضي على كل هذه المعلومات، كنت معنا من شمال قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة. الآن إلى بعلبك والزميل أحمد طه مراسل الميادين من هناك، مرحبا بك أحمد، كيف تبدو الأوضاع لديك؟ مرحبا محمد، يمكن أن أصف هذا اليوم بأنه من بين الأعنف على مناطق البقاع لناحية الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية، والتي بدأت منذ ساعات الفجر مع استهداف شقة سكنية في محلة شتورة، وهذه المحلة التي تربط بين العاصمة بيروت وكل مناطق البقاع وصولا إلى نقطة المصنع. هذا الاستهداف لم يكن الوحيد أيضا، في ساعات الصباح استهدفت القوات الإسرائيلية عبر طائراتها بلدة الخضر والواقعة في جنوب شرق مدينة بعلبك. إضافة إلى ذلك عند ساعات الظهر شنت سلسلة من الغارات، طالت العسيرة هنا في داخل مدينة بعلبك، أيضا طالت بوداي والواقعة غرب مدينة بعلبك، إضافة إلى ذلك أيضا طالت محلة الأنصار والواقعة جنوب شرق مدينة بعلبك. في ساعات بعد الظهر استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بلدة معلول وهي الواقعة في البقاع الغربي، أدت إلى مجزرة محمد، 5 شهداء و13 جريحا، حتى هناك أشلاء لم يتم التعرف على أصحابها، وبالتالي هذه الأرقام غير نهائية. نتحدث عن 4 شهداء في مجزرة معلول في البقاع الغربي، وفي ساعات المساء الأولى استهدفت المقاتلات الحربية أيضا بغارة بلدة المشرفي والواقع على الحدود اللبنانية السورية، وهذا الاستهداف ليس الأول لهذه البلدة وبلدات أيضا مجاورة، نتحدث عن استهداف شبه يومي لكل البلدات والنقاط الحدودية بين لبنان وسوريا، خصوصا في المناطق الواقعة شمال قضاء الهرمل في على الحدود اللبنانية السورية. و قبل ساعات قليلة من الآن استهدفت بلدة البزالية الواقعة في شمال قضاء بعلبك، أيضا هذا الاستهداف أدى إلى ارتقاء شهيدين وعدد آخر من الجرحى، تحديدا 5 جرحى بالإضافة إلى الشهيدين، وبالتالي كان هذا آخر الاستهدافات. ثم ساد في مناطق البقاع هدوء تخرقه بين حين وآخر تحليق مستمر للطائرات المسيرة الإسرائيلية. وبالحديث عن هذه الطائرات تحديدا، تناقل أهالي البقاع خبر عن سقوط جسم مشبوه يرجح أنه درون أو طائرة استطلاع إسرائيلية احترقت فسقطت في الأرض. هذا الأمر طبعا بانتظار بيان للمقاومة ما إذا كانت واحدة من عمليات إسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية، وبالتالي هذا المشهد تناقله البقاعيون بشكل كبير، لكن بانتظار بيان لحزب الله إذا ما كانت عملية واحدة من عملياته. أريد فقط في نهاية هذه الرسالة أن أشير إلى موضوع هام وخطر تتابعه القوة الأمنية اللبنانية المحلية هنا في البقاع، بعدما نشر تحذير لبلدة نحلة، طبعا على غرار التحذيرات التي ينشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن استهداف بلدة نحلة الواقعة في شمال قضاء بعلبك. هذا التحذير هو تحذير مفبرك لا أساس له من الصحة، وبالتالي تتابع القوى الأمنية اللبنانية المحلية هنا في البقاع من يقف خلفه وبالتالي من يحاول إثارة الذعر. إذن هذا كان اليوم المليء بالاستهدافات كما ذكرنا، بدأ منذ ساعات الفجر وكان آخره استهداف بلدة البزالية، وحتى الآن نحن أمام ليل هادئ فقط كما ذكرنا، إذن تحليق مستمر للطائرات المسيرة الإسرائيلية. محمد شكرا جزيلا لك الزميل أحمد طه مراسل الميادين في بعلبك. نقل موقع والله الإسرائيلي عن خبراء قولهم أن قدرات الدفاع الجوي قصير المدى في إسرائيل تعاني من عيوب خطيرة لا يمكنها التعامل مع الأهداف الجوية السريعة.
وأكد أحد ضباط الاحتياط الكبار للموقع أن سلاح الجو لم يبني قوة مناسبة للتعامل مع تهديد الطائرات من دون طيار على نطاق واسع، وقد انتهى الأمر بإسرائيل إلى استخدام 4 طائرات مقاتلة وسفينة صواريخ لمطاردة طائرة مسيرة واحدة في الأجواء، مؤكدا العجز عن حل هذه العقدة حتى مع الوصول إلى قمة التقدم التكنولوجي. إذن صباح اليوم استيقظت إسرائيل على خبر صاعق إنه محاولة اغتيال رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في منزله في قيصرية. تبعد قيصرية نحو 70 كيلومترا عن الحدود اللبنانية الفلسطينية، وهي تقع على الشريط الساحلي الفلسطيني جنوب حيفا وشمال مستوطنة نتانيا. استطاعت مسيرة هجومية للمقاومة تجاوز كل الدفاعات الإسرائيلية، الجوية كالطائرات الحربية والبحرية كالسفن الحربية والبرية كالقبة الحديدية. ظهرت إحدى طائرات الأباتشي فوق منطقة حيفا وهي تحاول البحث عن المسيرة، فيما الأخيرة تطير من خلفها وبجانبها. فلماذا وصل الأمر بالإسرائيليين لاستخدام المروحيات لاعتراض المسيرات؟ بحسب مقاطع الفيديو تنتمي هذه المسيرة الهجومية إلى عائلة شاهد 101 التي تستخدمها المقاومة، وهي نفسها التي استخدمت في الضربة على مقصف بنيامينا للواء جولاني والتي أدت إلى جرح ومقتل أكثر من 100 جندي إسرائيلي. تتميز هذه المسيرة بأنها شبه خيفية، وهذا يعود إلى عوامل عديدة منها صغر حجمها والمواد غير العاكسة للرادار التي تصنع منها، إضافة إلى ذلك تمتلك هذه المسيرة محركا كهربائيا يجعلها شبه صامتة وذات بصمة حرارية خفيفة جدا. وظهر ذلك من مقاطع الفيديو حيث المسيرة قريبة جدا ولكن صوتها غير مسموع. تحلق هذه المسيرة الهجومية على ارتفاعات منخفضة ما دون 200 متر، الأمر الذي يمنحها خاصية الاختباء بين التضاريس. أما سرعتها المنخفضة فتجعلها تبدو كأنها كالطيور بإزاء الرادارات. ولزيادة مشاكل الإسرائيليين إضافة إلى ما سبق، بحسب مصادرهم أطلقت عدة مسيرات أخرى شمالاً كعملية إلهاء لإخفاء مسار المسيرة الرئيسية التي تمكنت من الوصول إلى هدفها بنجاح وسط تعتيم إعلامي كبير حول النتيجة. ومع إعلانها عن بدء مرحلة جديدة من العمليات العسكرية، أظهرت المقاومة قدرة استثنائية على القيام بضربات نقطوية بحجم عمليات اغتيال. فماذا تخبئ هذه المرحلة من مفاجآت للإسرائيلي أيضاً؟ الميادين تعاين الأضرار الكبيرة التي لحقت ببعض المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديداً في منطقة طريق المطار. الزميل حسين السيد والتفاصيل. دمار كبير خلفته الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، هنا على طريق المطار تحديدا باتجاه برج البراجنة نشهد هذا المبنى المدمر بشكل كامل الذي استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية بقنابل ثقيلة، يبدو أنها قنابل حرارية أيضا أحدثت حرائق كبيرة ودمار كبير في الأبنية المجاورة، وأيضا كما نلحظ هذه المولدات للكهرباء وخزانات الوقود المجاورة لها هي التي تشتعل فيها النيران عند حدوث هذه الغارات الإسرائيلية، وأيضا تضرر كبير لعدد كبير من المباني المجاورة. أيضا هذا المبنى يقع بجوار طريق المطار الرئيسي الذي يؤدي إلى مطار بيروت الدولي، كما نشهد حركة السير كثيفة الآن، يستغل الأهالي الهدوء الحذر الذي يسيطر على المشهد لتفقد منازلهم، لتفقد أرزاقهم، أيضا تفقد هذه المناطق التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية وأحدثت فيها دمارا كبيرا. هؤلاء الناس اليوم يحضرون إلى هنا ويذهبون إلى منازلهم لتفقدها وإحضار بعض الأغراض منها كما شهدنا في جولتنا. وأيضا هذا الطريق يؤدي إلى المطار، يؤدي أيضا إلى مستشفى الرسول الأعظم الذي
يعني نحن على بعد عشرات الأمتار من المستشفى الذي أيضا تضرر نتيجة هذه الاستهدافات، ونشاهد أيضا كما قلنا حركة السير الكثيفة التي تشهدها هذه الطريق بالرغم من الخطورة نتيجة هذه الاستهدافات المحاذية لهذا الطريق الرئيسي في منطقة برج البراجني. هذا تمسك بالأرض، تمسك بالحضور إلى هنا بالرغم من المخاطر الكبيرة على الناس نتيجة هذه أو هذا الحضور إلى المناطق المستهدفة في ضاحية بيروت الجنوبية. حسين سيد، ضاحية بيروت الجنوبية، الميادين. إلى ذلك، فإن العدوان الإسرائيلي امتد اليوم للمرة الأولى إلى مدينة جونيا شمالية بيروت، حيث استشهد شخصان، وذلك من جراء غارة استهدفت سيارة على الطريق المدني الرئيسي. كانت صوت الأمكام موجودة، بس احنا سمعنا هدير، بس بينه وبين الموقع كان في فرق شيء 3 دقائق. كنت وصلت على المحل موجودة، كانت نازل الغارة عنا هون، وكانوا 2 شهداء ميتين، زلمة ومدامته، وأشلاءهم كانت وصلت للغرفة تبع الأمن. استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق أهدافا حيوية في أم الرشراش، إيلات المحتلة والجولان المحتل. المقاومة أكدت في بيانها أن عمليات الاستهداف هذه تمت بالطائرات المسيرة، وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت تنفيذها عمليتين منفصلتين في الجولان المحتل وفي شمال فلسطين المحتلة. استنكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جرائم الحرب الإسرائيلية التي لا تعرف حدودا، مؤكدا أن احتمال توسع الحرب في المنطقة ما زال جديا. موقف عراقجي جاء خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي حقان فيدان في إسطنبول، حيث جدد التأكيد على أن طهران مستعدة لكل السيناريوهات، معتبرا أن المنطقة أصبحت برميل بارود. بسبب السياسات التوسعية للنظام المحتل تحولت المنطقة إلى برميل بارود، وانفجاره قد لا يعرض السلام والأمن للخطر في المنطقة فحسب، بل وفي العالم بأسره. احتمال نشوب حرب في المنطقة لا يزال يشكل مصدر قلق كبير، ولا أحد في المنطقة باستثناء النظام الصهيوني يرغب في هذا الوضع. ندعو إلى خفض التصعيد، ولكن كما ذكرنا مرارا، ما تداوم تروريسم دولتي رجيم اشغالگر قدس، لن نتسامح مع استمرار إرهاب الدولة، وندين بشدة استمرار إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام المحتل، ولا سيما اغتيال شهيد المجاهد يحيى السنوار. لقد أثبتت التجربة أن استشهاد مثل هؤلاء القادة العظماء لا يسبب أي اضطراب في النضال المشروع للشعب الفلسطيني ضد القمع والاحتلال، بل يعطيه المزيد من الحافزية والسرعة. أعرب عن خالص التعازي لشعب فلسطين ولجميع المسلمين وأحرار العالم باستشهاد الشهيد السنوار. بدوره قال وزير الخارجية التركي أن السلوك العدواني الإسرائيلي يرغم إيران على اتخاذ خطوات مشروعة للرد، مشددا على أن إسرائيل تحاول جر إيران إلى الحرب. نحن في خضم توترات قد تكون لها عواقب وخيمة للغاية على نطاق عالمي. ينبغي على دول الإقليم والجهات الفاعلة خارج المنطقة تجنب اتخاذ خطوات لا رجعة فيها. نحن في تركيا لا نريد حربا في منطقتنا، وندعو إلى ممارسة الحس السليم والهدوء في هذه القضية. يجب إعلان وقف إطلاق النار في غزة فورا لخفض التوتر الحالي. يجب على إسرائيل إنهاء هجماتها ضد لبنان، ويجب على إسرائيل التخلي عن كل السلوكيات العدوانية والاستفزازية. عراقجي التقى أيضا وفدا قياديا من حماس، وأكد أن هناك قلقا مشتركا لدى دول المنطقة حيال استمرار الاعتداءات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان.
أجريت مباحثات مطولة مع أصدقائي أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، وناقشت معهم العدوان على غزة والقضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار. ما يجب أن يعلمه الجميع هو أن حماس ما تزال حية وقائمة بعد استشهاد السيد يحيى السنوار وباقي قيادات الحركة. حماس هي حقيقة في فلسطين، ولا يمكن لأحد أن يتجاهلها ويقضي عليها. خلال العام الأخير إسرائيل قتلت 50,000 شخص ودمرت البيوت وارتكبت العديد من الجرائم، لكنها فشلت في تحقيق هدفها وهو تدمير حماس، ولن تنجح في تحقيق ذلك مستقبلا أيضا. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام النشرة. دائما الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية للمزيد من الأخبار والتفاصيل. في أمان الله.